أستاذ أمين، بالرغم من أنه ربما اللغات الأجنبية الفرنسية والإنجليزية اكتسحت ربما الوسط، حتى أنه كاين ظاهرة راهي الآن راهي بكثرة وخاصة عند طلاب الثانويات، واللي هي تعلم اللغة الكورية وأيضا اللغة التركية، ربما من خلال الأفلام الكرتونة الكورية والدراما التركية اللي راهي الآن اكتسحت شاشات التلفزيون. أكيد يعني راك تشوف أنه تعلم هذه اللغات سهل؟ أكيد، هذا ما لاحظناه مؤخرا، أنه كثير من التلاميذ يستعملوا اللغة التركية واللغة اليابانية وكثير من اللغات، لأنهم يتفرجوا بصراحة يتفرجوا الأنيمي، دونك بالأنيمي راح يستمتعوا، راح يتعلم اللغة هو يستمتع. وهذا وش نطرحه احنا في التعليم بالأسلوب الحديث هذا، بالوسائل التكنولوجية الحديثة، أنه راح يخلي هذا المتعلم يستمتع في نفس الوقت هو يتعلم في لغة. يعني هنا راح يتعلمها بسهولة أكثر من أنه راح يكون يعني يتعلمها بالطريقة التقليدية. يعني إن شاء الله ثاني هذه الوسيلة تنتشر، ونشوف حتى الأولياء كذلك راهم يهزوا في اللغات، حتى الأمهات أحيانا تعلموا اللغة التركية فقط من المسلسلات ما شاء الله. وأنا أيضا يعني راني ربما ما نتكلمها جيدا، لكن راني نجيب فيها ما شاء الله. هذا مثال. شكرا لك أستاذ.